بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي يوسف عزيبو، مترشح حر البكالوريا هاد السنة، حاصل على شهادة البكالوريا المهنية الهندسة الكهربائية مسلك صيانة صناعية، بميزة حسن جدا، يعني بمعدل 16.06. بالنسبة للعمل ديالي، أنا موظف في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. من بعد ما نهيت الدراسة ديالي في السلك الإعدادي، قررت أني ألتحق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. خديت الدبلوم ديالي و يعني في المجال ديال الهندسة الكهربائية نيت، وتابعت الدراسة ديالي نيت في التكوين المهني، خديت دبلوم آخر وبه توظفت في المكتب الوطني للكهرباء. مع ذلك كنت المهم مرة كنحس بالنقص حيت ما عنديش الباك، بخصوص بالضبط العام اللي داز، يعني لاحظت النيابة زادت واحد الشعبة جديدة اللي زعما مشكورة عليها النيابة بهذه المبادرة اللي عملت، يعني اضافت البكالوريا المهنية اللي ما كانتش قبل في هنايا عندنا في المغرب. مي يعني دخلت الإطار المرجعي ديال هذه البكالوريا المهنية، قلبت المواد اللي فيها، لقيت يعني ذاك المواد اللي فيها بخصوص المواد المهنية ديجا انا خادمهم، وعندي يعني قريتهم بزاف ديال الخطرات، قريتهم في التكوين المهني بحكم انني عندي 3 ديال الدبلومات. بالنسبة للاستعدادات ديالي لهذا الامتحان هذا، غالبا دوزت ساعي في الدار مع واحد الأخت ديالي الله يجازيها بخير، عاونتني بزاف. بالنسبة للبريباراسيون والعمل، يعني التنظيم ديال الوقت، كنت كنحاول ما امكن ننظم الوقت ديالي ون اكزيجي على راسي مثلا اليوم غنخدم الفيزيك، ضروري غنخدم داك الفيزيك، يعني اذا ما فرضتيش على راسك شي حاجه راه غادي تنعرف الدنيا، يعيط لك صاحبك، عاد تمشي تقهوى، يعيط لك كذا، ولكن ملي كتفرض على راسك ضروري خصك تخدم هذه الماده هذه وهذا الدرس هذا، يعني عاد المهم عاد تناضل باش ان شاء الله باش تضبط ديك الماده ولا ذاك الدرس. الصراحة من بعد من توصلت يعني بالخبر بالتفوق ديالي في الشعبة ديال الهندسة الكهربائية، حاسس بالفرحة حيت يعني ديك التمارين اللي كنت كنضرب السهر ديال الليل والفياق في الصباح بكري، يعني ما كنتش كنصبح ناعس مرة، لا بالنسبة يعني حتى ملي شديت الإجازة، يعني شديت واحد 3 الأسابيع من يعني الإجازة السنوية ديالي، يعني كونجي أنويل، يعني مع ذلك كنت كنفيق الصباح بكري 6 كتجبرني فايق باش كنوض نبريباري وهذا، والحمد لله ربي ما خيبناش. إن شاء الله كنقول إن شاء الله العام هذا العام إن شاء الله كنقول عن دفعنا الإجازة المهنية، وهذا كان حتى هو كنت مخطط له شحال هذه، يعني ماشي عاد دابا، كنت كنقول إن شاء الله إذا شديت الباك موراها مباشرة إن شاء الله الإجازة المهنية وفي نفس المجال طبعا، يعني الهندسة الكهربائية. بالنسبة للناس اللي قراو في التكوين المهني، يعني كنبغي نوجه لهم واحد النصيحة اللي غادي تفيدهم بزاف، وكان ديما عندهم حلم انهم اولا كانوا كيتحسروا علاش انهم ما خداوش البكالوريا ديالهم وكذا. بالنسبة لهاد الشعبة ديال البكالوريا المهنية، راه فيها مجموعة من المسالك يمكن لهم يطلعوا عليها على الموقع ديال الوزارة. بالخصوص اي واحد عنده مثلا شي دبلوم في شي مجال، راه عنده تقريبا غادي يلقى داك المجال ديالو في البكالوريا المهنيه، يعني هذه فرصه باش ينقدر يعني المسار الدراسي ديالو، ولما ان شاء الله تعاونوا حتى في المسار المهني ديالو ان شاء الله يدفع بها الكونكورات وشي مسائل بحال هذاك الشيء. شويه قبل ما نتوظف تكرفصت شويه مع الخدمه في بريفي، انا كتعرف وحقا كانت تجربة جميلة، واخا إذا كانت تجربة جميلة وتعلمنا ودينا دروس والحمد لله. الصبر، تعلمت الصبر على يعني الصعوبات اللي نوجدها في الخدمة كاملة، تعلمت الصبر عليهم والحمد لله ربي ما خيبناش. بالنسبة للنصيحة اللي نقدر نقدم لجميع الشباب ولما لا الشيوخ، بالنسبه للبكالوريا راه ولا الدراسه بصفه عامه، راه ما عندها حتى شي وقت، يمكن له الانسان يقرا في اي لحظه شاف راسو انه قادر، او لا يحاول المهم يعزم على راسو باش ان شاء الله
يحقق البكالوريا ديالو ولا يجيب البكالوريا ديالو، كيحتاج على الخدمه والرغبه والتضحيه وشويه وحشويه ديال التضحيه والتنظيم ديال الوقت، بخصوص يعني المترشحين اللي ملتزمين بالعمل ديالهم، وهذا كيحتاج واحد شويه ان شاء الله ديال التنظيم ديال الوقت، وان شاء الله يكون خير. اهم عامل في هذا البكالوريا بخصوص احرار هو الرغبه، الانسان تكون عنده الرغبه باش يعني يحق يطور راسه وينمو. المهم الحمد لله، واخا جاب الله التيسير وتوظفت في المكتب الوطني للكهرباء والمصانع الشرب، كان بامكاني زعما الحمد لله راه بخير بالسالير ديالنا وبهذا، كان بامكاني زعما نقول بركه صافي زعما راه يعني كونت راسي وضمنت المستقبل ديالي وهذا، ولكن مع ذلك انسان مزيان يزيد يطور راسو ويقدر ينمي راسو في ذاك العام النيس اللي هو فيه. دابا تقدر مثلا هذا الشيء اللي كنعمل دابا، هذه القرايه اللي كنقرا تقدر تعاوني حتى في الترقيه ديالي في العمل، وكيف ما تقدر تعاونك حتى انت اللي كتشوف فيا دابا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.